رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله وأعظمهم عناء وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقبا وأكرمهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشبههم به هديا وخلقا ومنطقا وسمتا وفعلا، وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه. فجزاك الله عن الإسلام وأهله وعن رسوله وعن المسلمين خيرا، قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ هم أصحابه، كنت خليفته حقا، كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسدين، فقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور الله إذ وقفوا، فلو اتبعوك لهدوا، كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم قنوتا وأقلهم كلاما وأصوبهم نطقا وأكبرهم رأيا وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عملا وأعرفهم بالأمور، كنت والله يعسوبا للدين أولا وآخرا، الأول حين تفرق الناس والآخر حين فشلوا، كنت للمؤمنين أبا رحيما يا أبانا، كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إذ اجتمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا، كنت للكافرين عذابا صبا ونهبا، وللمؤمنين عمدا وحصنا، فطرت والله بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل حجتك، ولم يزق قلبك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، ولم تخن، كنت كالجبل لا تحركه العواصف، وكنت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: آمن الناس في صحبتك وذات يدك، وكنت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، كبيرا في الأرض، جليلا عند المؤمنين، لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لأحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي عزيز، حتى تأخذ له بحقه
والقوي العزيز عندك ضعيف ذليل، حتى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، وأمرك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم، فأقلعت وقد نهج بك السبيل، وسهل بك العسير، وأطفئت بك النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك الإيمان، وثبت بك الإسلام والمؤمنون، وسبقت سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك تعبا شديدا، فجللت عن البكاء، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه، وسلمنا لله أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا، كنت للمؤمنين كهفا وحصنا راسيا وقنة، وعلى الكافرين غلظة وغيظا، فألحقك الله بنبيه، ولا أحرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك، والسلام عليك يا أمير المؤمنين، وعلى ابن عمك رسول الله الصادق الأمين، وعلى زوجتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ذرية الحسين، ورحمة الله وبركاته.